عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. النهارده نادي الأرسنال بيقدر يعملها وبيحافظ على الصدارة ويكسب الفريق المتميز ولفرهامبتون اللي السنة دي على غير العادة في مؤخرة الترتيب، كنا دايما متعودين عليه في نص الجدول أو كمان بيلعب في الدوري الأوروبي سابع تامن، فريق متميز. عارفين طبعا اللي بنى الفرقة دي وبدأ تبقى فرقة بالنسبة لأوروبا فرقة مميزة، المدرب المميز البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، مدرب متميز جدا، مدرب برتغالي. وعارفين النهارده اول مباراه للمدرب الاسباني اللي بتيجي، مدرب مميز عنده خبرات، مسك المنتخب الاسباني، كمان مسك نادي ريال مدريد، وكمان مسك النادي المميز اشبيليا النادي الاسباني. هنخش في المباراه النهارده، شفنا عظمه من ارتيتا. ارتيتا مدرب ذكي جدا، بيلعب كمان حافظ كل عناصره، يعني عارف امكانيات كل لاعب على حده. كمان شفنا النهارده النجم المصري اللي بنقول له الحمد لله على السلامه، اللعيب المميز نجمنا وفخر العرب الثاني بالنسبه لنا بعد محمد صلاح، اللاعب المميز محمد النني. شفناه النهارده لعب 10 دقائق او 11 دقيقه، ما ظهرش طبعا الى حد ما اول مباراه، بيحاول الى حد ما يدخله وسط الفرقه. كمان الشهر او الشهر او ال 40 يوم اللي بسبب كاس العالم التوقف، طبعا النني هيكون تعافى بنسبه 100% ان شاء الله، يقدر يشارك في الفتره القادمه بالنسبه للدوري الاوروبي او كاس الرابطه او بالنسبه للدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي في الاسبوع 15 مولع نار. شفنا النهارده بعض الماتشات المميزه، شفنا خساره مانشستر سيتي من برينتفورد، شفنا كمان فوز ليفربول 3-1، كمان شفنا مباراه مميزه جدا وشيقه جدا من وجهه نظري، انا اتفرجت عليها، كانت مباراه احداثها يعني شيقه جدا، وجول هنا وجول هنا جول هنا وجول هنا، كانت مباراه مميزه جدا بين توتنهام وليدز يونايتد. شفت كمان اللاعب اللي انا راهنت عليه واتكلمت عليه مره واثنين وثلاثه، اللاعب المميز الارجواني بنتنكور، زي ما قلت لحضراتكم لعيب بيلعب بوكس تو بوكس، النهارده بيحرز هدفين من داخل ال 18، لعيب متميز جدا. هدف طبعا شفناه من تكمله ولعبها مره واحده من داخل ال 18، والهدف الثاني برضه من تكمله من فوله على المرمى، لعيب مميز عينه كويسه بيقدر يزيد على الجول. شفنا طبعا هاري كين بيوصل للجول رقم 12. النهارده اليوم زي ما بيقولوا يوم دسم جدا في الدوري الانجليزي. نرجع لمباراه الصداره او مباراه المميزه، النادي الارسنال وولفرهامبتون. احنا عارفين ان الارسنال ارتيتا ذكي جدا، بيلعب دايما على التحولات الهجوميه، عنده لعيب عندها سرعات، ساكا، مارتينيلي، جيسوس، اوديجارد النهارده شفته يعني بلغه الكره لعيب تقيل، شفناه النهارده يعني بتوب جديد بالنسبه لي، يعني بيقدر يزيد، بيتحرك بين الفرقه، ترمومتر الفرقه كمان من وجهه نظري، انا بيحقق لي جميع عناصر كره القدم داخل نص الملعب، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، كمان لعيب بصير، كمان في ميزه عينه كويسه، بيقدر يعمل بينيات لمارتينيلي، لساكا، لجابرييل. جابرييل طبعا عارفين ان هو لعيب طرق اثنين مميز جدا، انا متوقع له ان هو هيلعب اساسي في كاس العالم كمهاجم صريح على لاعب توتنهام ريتشارلسون، لعيب متميز جدا، لعيب كويس، بس انا شايف جابرييل فورمته اعلى، لعيب متميز جدا. الصداره استحقها نادي الارسنال، بيوصل للنقطه رقم 37 بفرق 5 نقاط عن الفريق المميز مان سيتي. في المركز الثالث الفرقه اللي عامله عظمه السنه دي نادي نيوكاسل يونايتد، النهارده بيكسب 1-0 نادي تشيلسي، وتشيلسي الهزيمه الثالثه على التوالي تقريبا، جراهام بوتر ضارب غطس بقاله 4 مباريات، بيخسر بقاله 4 ماتشات خاصه 3 في الدوري. الفرقه تحس ان هي فريق رتمه بطيء، فريق عنده بطء غير عادي في نقل الكوره وفي تحولات الكوره. طبعا احنا عارفين نادي مانشستر، نادي نيوكاسل لاعب 15 مباراه ازيد من نادي الارسنال وازيد من نادي مانشستر سيتي. ترتيب الجدول تقريبا السته اللي في المركز الاول، شفنا السته اللي في المركز الاوائل، شفنا في الصداره الفريق المميز الارسنال 37 بونت، تحته 32 بونت مان سيتي، في المركز الثالث نيوكاسل 30 بونت، في المركز الرابع 29 بونت توتنهام، شفنا 23 بونت كمان مانشستر يونايتد، شفنا في 22 بونت نادي ليفربول في المركز السادس، بيقدر يعني يقفز نقطه مركزين في سباق الجدول. الدوري الانجليزي انا مش محتاج اتكلم عنه، دوري ممتع جدا، ما فيش حاجه اسمها فريق كبير وفريق صغير، اي فرقه كبيره لو مش في يومها اكيد هتخسر. دايما شفنا الدوري الانجليزي دوري متميز من ناحيه السرعات والريتم العالي
والريتم السريع كمان شفنا متميز جدا بالتحولات الهجوميه. شفنا النهارده ارتيتا على عكس مدرسه بيب خالص، يعني على عكس مدرسه بيب جوارديولا، النهارده بيستنى فريق ولفرهامبتون خاصه الشوط الثاني، الشوط اللي احرزوا فيه الهدفين، بيستنى وبيلعب على هجمات المرتده في التحولات الهجوميه زي ما ذكرت لحضراتكم. ساكا من اسرع لعيبه على مستوى العالم، مارتينيلي حريف وسريع، جابرييل كمان سريع وهجام وحريف، يعني من الفراوده او من المهاجمين التارجت مان الصريح اللي هو محطه وفي نفس الوقت حريف، يعني حريف كوره، بيقدر يلعب الفرقه، بيقدر كمان عنده مرونه تكتيكيه، ساعات بينزل شادو سترايكر بيخش مكانه مارتينيلي. شفنا النهارده اوديجارد بيزيد جاي في الجانب المظلم او في الجانب الاعمى في ظهر الدفاع وبيقدر يخترق وبيجيب جوال. النهارده شفنا مباراه مميزه جدا، ارتيتا بصراحه بيعمل عظمه مع الفرقه، لعيبه صغيره جدا، فهمش تقريبا لعيب كان متميز قبل الموسم او اللي مسمى او المنور غير توماس بارتي، ومعاه وبعده او معاه جابرييل جيسوس، الباقي كله لعيبه عاديه، لعيبه لسه بتقول بسم الله في الكوره او لسه سنه اولى كوره في اوروبا بالنسبه للعيبه المعروفه او لعيبه مميزه. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو بتتابعنا على الفيسبوك يا ريت لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله، سلام عليكم.